بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. كنا قد وقفنا عند حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث رواه الشيخان. هذا الحديث حديث أبي قتادة مر معنا طرف من الحديث عن حينما تكلمنا عن أحاديث النهي عن أو أوقات النهي عن الصلوات فيما سبق، سنشير لذلك بعد قليل. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل أن هذا الحديث دليل على استحباب تحية المسجد، وهذا هو قول عامة أهل العلم، وإنما قال بعض أهل العلم كبعض الظاهرية وغيرهم بوجوب هاتين الركعتين بظاهر الأمر في هذا الحديث، وإنما يصرف هذا الأمر عن ظاهره ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها، أي الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدلنا ذلك على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما هو على الندب. وعندنا في هذا الحديث في ما يتعلق بمشروعية تحية المسجد ثلاث مسائل، نأخذ ثنتين منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس نستفيد منها مسائل، منها هاتان المسألتان. أولى هاتين المسألتين أن قوله فلا يجلس يدل على أن منتهى وقت مشروعية تحية المسجد عند الجلوس، فالمرء يبتدئ استحباب تحية المسجد من حين دخوله للمسجد، وينتهي وقت استحبابها عند الجلوس، عند جلوسه. وهذا باتفاق أهل العلم كما حكاه النووي، ينتهي وقت الاستحباب عند الجلوس. وقد مر معنا كثيرا قاعدة مشهورة، وهي أن المستحبات إذا فات وقتها فإنه لا يشرع قضاؤها. ونحن قلنا هنا أن تحية المسجد ينتهي وقتها بالجلوس، وعلى ذلك فإن المرأة إذا جلس فإنه لا يشرع له أن يقوم فيأتي بهاتين الركعتين، لأنها سنة فات محلها. والأصل والقاعدة أن السنن إذا فات محلها لا تقضى إلا ما ورد النص به كالوتر والسنن الرواتب. لكن يعارض هذا حديث آخر، وهو حديث جابر في المرء الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين، مع أنه كما نقلت لكم قبل قليل عن النووي الاتفاق أو الإجماع على أن الوقت ينتهي بالجلوس. فلأهل العلم في الجمع بين الحديثين أو الجمع بين الحديث وما اتفق عليه من انتهاء وقت تحية المسجد وجهان. فبعضهم قال، وهي طريقة جمع من فقهاء الحنابلة، قالوا إن تحية المسجد تنتهي إذا جلس وأطال الجلوس، وأما إن تذكر في أول جلوسه أو جلس هنيهة شيئا يسيرا فإن السنة ما زالت باقية في حقه. فقالوا إذن منتهى تحية المسجد يكون عند الجلوس وإطالته، يجلس فيطيل في الجلوس. وقال بعض الشراح إن الذي جاء في الحديث الذي ترك تحية المسجد في يوم الجمعة محمول على التعليم وليس لبقاء السنية في حقه، وإنما لأجل التعليم والتأديب، فإن التأديب أحيانا قد يكون فيه إلزام بشيء من مطلق العبادات من باب التعليم للناس والتنبيه لهم، والأمر في ذلك واسع، سواء قلت هذا أو هذا في الأمر لا يتجاوز دقيقتين أو نحوها. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس
هل هو على ظاهره أم المراد معناه؟ فمن قال إنه على ظاهره فقال ما دام المرء واقفا لم يجلس فإنه لم يخالف النهي. طبعا النهي أدب هنا، نهي استحباب كما قررنا في أول شرح الحديث. فما دام واقفا إما يدور أو منتصبا ينتظر الصلاة ولم يصلي الركعتين فإنه لم يخالف النهي لظاهر الحديث لم يجلس. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا دخل في وقت النهي ولم يبقى على انقضاء وقت النهي إلا دقائق معدودة فبقي واقفا فإنه في هذه الحالة نقول لم تخالف أي من الحديثين كما سأذكره بعد قليل في المسألة الأخيرة. وقال بعض أهل العلم إن المكث واقفا في معنى الجلوس، وهذا يعني ممن وقفت على أنه نص عليه الشيخ محمد بن عثيمين، ولكن لم يمر علي أحد من الأوائل نص عليه. واستدل على ذلك قال بأن المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت وممنوعة من دخول المسجد، مع أن الطواف لا جلوس فيه وإنما فيه مرور وحركة قيام، فدل على أن المرور ولو الكثير يعني ليس الطارئ، المرور في داخل المسجد والبقاء فيه والمكث فيه في معنى الجلوس، ولكن ظاهر الحديث يدل على المعنى الأول. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا، أن حديث أبي قتادة رضي الله عنه فيه أمر، والأمر أمر استحباب، فيه أمر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد، وفي المقابل جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة مطلقا في أوقات النهي الخمسة أو الثلاثة التي سبق ذكرها قبل، فيكون هنا تعارض بين حديثين، والتعارض واضح وجلي. فإن حديث أبي قتادة عام في جميع الأوقات، من دخل المسجد فليركع ركعتين في كل وقت، عام في جميع الأوقات، خاص في تحية المسجد وذوات السبب. والأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام في جميع الصلوات، شوف عام في جميع الصلوات. فتعارض هنا عندنا عموما حديثين، أحدهما في عموم الأوقات والآخر في عموم الصلوات، فأي العمومين يقدم؟ واضح التعارض؟ واضح. فالمذهب يقولون، مشهور المذهب، أن الذي يقدم هو النهي، أو الذي يقدم هو أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وجماعة من أهل العلم أن المقدم إنما هو حديث أبي قتادة، والذي فيه الأمر بالصلاة في عموم الوقت. أحاديث تلك نهي عن عموم الصلوات في خصوص الأوقات، وحديث أبي قتادة نهي أمر بخصوص صلاة في عموم الأوقات. وضح الرأيان في المسألة. المهم معي هنا الآن لكي نفهم المسألة، كيف وجه أو جمع أو رجح علماء المذهب بين الحديثين، وكيف عمل أصحاب الرواية الثانية. فأما المذهب وهم الذين يرون تقديم مطلق النهي على حديث أبي قتادة، فلهم في توجيه حديث أبي قتادة طرق. فبعضهم يقول إن هذين الحديثين متعارضان فلا بد من تقديم أحدهما، قالوا فنقدم أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي لأنها أكثر عددا، إذ قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 صحابيا، بينما الأمر بتحية المسجد إنما جاء في حديث واحد. ونحن نعلم أن الفقهاء لما تكلموا في كتب الأصول عن قواعد الترجيح بين الأدلة قالوا إن من المرجحات الترجيح، طبعا الأدلة النقلية نحن نتكلم، أن من المرجحات الترجيح بكثرة العدد، ولذلك رجح
فقهاء المذهب بكثرة العدد، هذا مرجح. المرجح الثاني عندهم قالوا إنه قد تعارض نهي وأمر، ومن القواعد في الترجيح عند تعارض النهي والأمر أن أحاديث النهي مقدمة على أحاديث الأمر، ذكر ذلك ابن مفلح في حاشيته على المحرر. الطريقة الثالثة في الترجيح أنهم قالوا نرجح أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، قالوا لأنها أحاديث محرمة حاضرة، حاضرة أي تحضر الفعل وتحرمه، بينما حديث أبي قتادة مبيح، مبيح، ولا شك أن النهي مقدم على الإباحة. يقول الزركشي لما ذكر هذا التعليل قال ولا بون بينهما، ولا فرق، فرق لو أن التعارض بين أمر ونهي، نعم قد نقدم النهي، وهناك من قال يقدم الأمر، لكن هنا بين نهي وإباحة فلا شك أنه يقدم النهي. إذن عرفنا قواعد الترجيح على مشهور المذهب. الرواية الثانية قالوا إنه يقدم حديث أبي قتادة رضي الله عنه لأسباب، هم باب الترجيح بين الأحاديث. فقالوا أول سبب، قالوا لأن حديث أبي قتادة عمومه أقوى من أحاديث النهي، عمومه أقوى، فيقدم العموم الأقوى على العموم الضعيف. كيف حكمتم على أن تلك الأحاديث أو حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي حديث عمومه ضعيف؟ ليس ضعيفا، عمومه ضعيف. قالوا لأن النهي عن الصلاة في أوقات النهي مخصوص بإجماع أهل العلم، العموم مخصوص بإجماع أهل العلم بمن فاتته فريضة، فإن من فاتته الفريضة فإنه بإجماع أهل العلم يصليها في وقت النهي، وكذلك الجنازة فإنها تصلى في أوقات النهي غير الأوقات الثلاثة الضيقة، فهو من العموم المخصوص. بينما حديث أبي قتادة لم يأتي حديث يخصه مطلقا، إذن فيكون حديث أبي قتادة مقدم على حديث النهي، فما دام خص بأمرين خصه بغيره. من الأشياء التي تخص به مثل صلاة تحية المسجد وغيرها من الكسوف وغيرها من ذوات الأسباب. وهذا الطريقة في الجمع أطال عليها الشيخ تقي الدين إطالة طويلة جدا في عشرات الصفحات لتقرير هذا الطريقة في الجمع. هو المختار، إذا قلنا المختار عند الحنابلة فالمقصود عند المتأخرين ما قرره الشيخ تقي الدين، أما المتقدم فلهم مصطلح مختلف. نعم عندي أنا الرواية الثانية، نعم إذا أطلقنا الرواية الثانية فيها المختار، هي المختار. طيب هذا جمع. الجمع الثاني أن بعضهم يقول لو فرضنا أن هذين الحديثين قد تعارضا فنقول إن هذين الحديثين قد تساقطا، تساقط النهي والأمر، فنرجع لمرجح آخر قال والأحاديث الأخرى غير هذين الحديثين يدل على استحباب مطلق الصلاة، فدل أنه هو المرجح أيضا. هذا بالطريقة الترجيح هذه ذكرها ابن مفلح في حاشيته على المحرر، واضحت المسألة. الطريقة الثالثة في تقديم حديث أبي قتادة قالوا لأنه أمر، والأمر آكد من النهي، كذا يقولون آكد. ما وجهكم أنه آكد؟ طبعا أطال ابن القيم في بدائع الفوائد بتقرير هذه القاعدة، وهو أن الأمر آكد من النهي. قال لأن يعني من أدلتي على أن الأمر آكد من النهي خلافا لمن قال في الطريقة الأولى أن النهي آكد، قال لأن آدم نهي عن الأكل وإبليس أمر بالسجود وكلاهما عصى، فأما آدم فإنه أهبط فقط عوقب عقابا يسيرا، وأما إبليس فلمخالفته الأمر فإنه أخرج يعني حكم عليه بالنار وعدم دخولها وعدم دخول الجنة. فهذه القاعدة أو هذا الدليل استدل به ابن القيم على أن الأمر آكد. وعلى العموم الأصوليون مختلفون أيهما آكد ويقدم إذا تعارض الأمر والنهي، والصحيح أنه لا بد من نظر لدليل خارجي. إذن عرفنا
المذهبان في هذه المسألة، وعرفنا كيف، وهذا هو المهم عندي، كيف أن أصحاب هذين المذهبين وجهوا الأحاديث التي في الباب، لأن الأحاديث فيها متعارضة. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري وابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. بأم القرآن ولا بأم الكتاب؟ بأم القرآن. طيب، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب صفة الصلاة، ويقصد بذلك بيان أفعالها وأركانها. وأول حديث ذكره هو حديث أبي هريرة وحديث رافع أو رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وهذان الحديثان يسميان بحديث المسيء صلاته. فإن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته مرة ومرتين وثلاثا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن غير ذلك، وسأله أن يعلمه الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره المصنف من حديث أبي هريرة ومن حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وقد اختصر المصنف فيه أجزاء كثيرة. هذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث العظيمة المهمة في باب الصلاة، وقد قرر الفقهاء أن هذا الحديث إنما فيه الواجبات من الصلاة، كما ذكرنا قبل في الوضوء أن العمدة في معرفة واجبات الوضوء هي الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وأما العمدة عند أهل العلم في معرفة واجبات الصلاة وأركانها فإنما هو حديث المسيء صلاته، وهو حديث أبي هريرة وحديث رفاعة، وجاء من حديث غيرهما رضي الله عن الجميع. ولذلك عني أهل العلم بتتبع طرقه، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن له جزءا في تتبع طرق حديث المسيء صلاته، وما الذي يصح منه وما الذي لا يصح، إذ قد جاء في بعض طرقه ألفاظ لا تصح. فعلى سبيل المثال أنه جاء في بعض الطرق التي رواها البخاري من حديث أبي أسامة، يعني أو من طريق أبي أسامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، أي أمر المسيء صلاته، أن يجلس بعد الركعة الأولى ثم يقوم بعدها كهيئة جلسة الاستراحة. وهذه الزيادة غير محفوظة في حديث أبي هريرة ولا في حديث غيره، وإنما جاءت جلسة الاستراحة فقط في حديث مالك بن حويرث، ولم تثبت في غيرها، سنتكلم عنها إن شاء الله في محلها. فدلنا ذلك على أن هذا الحديث قد وردت فيه ألفاظ لكنها اختلف في صحتها. هذا الحديث يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إن العلماء قد اتفقوا على أنه لم يذكر فيه سنة، لم يذكر فيه سنة اتفق على سنيتها. ما في شيء ذكر في هذا الحديث أو في بعض طرقه اتفق على أنه سنة. نعم، قد يذكر في بعضه اختلف أهو سنة أم واجب. كذلك أيضا لم، طبعا انتهى كلام ابن رجب، لكن قد يقال إنه لم يترك شيئا مما اتفق على وجوبه في الصلاة. وضحت؟ ابن رجب يقول إنه لم يذكر شيئا مما اتفق على أنه سنة. نقول أيضا لم يترك شيئا مما اتفق على أنه واجب. نعم، ذكر ترك أشياء اختلف بوجوبها أم لا، وسنشير عليها بعد قليل. طيب، نبدأ أولا في حل ألفاظ الحديث ثم نذكر
ما تركه وقيل بوجوبه أو قيل باستحبابه إن شاء الله في نهاية شرح الحديث. حديث أولا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النية. قالوا: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فهي مجزئة عن النية الوضوء. وفي هذا دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أن الوضوء لا تشترط له النية. وقلنا إن دليل وجوب الوضوء النية للوضوء مع أنها لم تذكر في الآية هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإن ذهاب المرء للوضوء لأجل الصلاة هذا هو نية تطهره، هذه هي نية تطهره. قال: فأسبغ الوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم فأسبغ الوضوء طبعا يحتمل الوضوء ويحتمل الوضوء، إما الفعل أو ما يتوضأ به. فإن قلنا إنه الفعل أي بإكمال الأفعال، وإن قلنا الوضوء بإمرار الماء على العضو إمرارا تاما وعدم إجزاء المسح وسبق الحديث عنه. وإسباغ الوضوء نوعان: إسباغ كمال وإسباغ إجزاء. فأما الكمال فهو تحصيل السنة، وأما الإجزاء فإنه الذي لا تصح الصلاة بدونه، وسبق أيضا الحديث عنه. قال: ثم استقبل القبلة. في هذه الجملة دليل على أمر سبق ذكره، وهو أنه يجب استقبال القبلة سواء كانت الصلاة في حضر أو في سفر، إلا ما استثني، ومما استثني التنفل على الراحلة في السفر وعند العجز للمريض كما سيأتي في حديث عمران إن شاء الله، ونعم فقط هذا الموضع تقريبا، وعند صلاة الخوف، وعند صلاة الخوف. ثم قال: فكبر. فكبر، هذا التكبير هو تكبيرة الإحرام، وهي ركن، لأن من لم يأتي بتكبيرة الإحرام فإنه لم تنعقد صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تحريم الصلاة هو التكبير، فدل على أنها ركن. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، فكبر فيه أحكام نستفيدها من هذه الجملة فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام. أول هذه الجمل أن الفقهاء استدلوا بهذه الجملة على أن من شرط صحة تكبيرة الإحرام أن يكون المرء واقفا في الفريضة، يجب أن يكون واقفا في الفريضة. ما دليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قمت، فيجب القيام لها. ولذلك العلماء يقولون القيام نوعان: قيام لتكبيرة الإحرام، وقيام في الصلاة حال القراءة، وقيام حال الرفع من الركوع. فالقيام لتكبيرة الإحرام شرط على المذهب، كذا يقولون شرط. فمن كان قادرا على القيام لتكبيرة الإحرام، ومع في طبعا نتكلم عن في الفريضة، ولم يقم، فإنه على مشهور المذهب وهذا هو ظاهر الأدلة أن صلاته غير صحيحة، ولذلك يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس إن كان عاجزا عن إتمام القيام، إلا أن يكون عاجزا عن ابتدائها فلا شك أنه يصلي جالسا. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبر يدل على أنه لا بد من الإتيان بهذه اللفظة كبر، وهو قول الله أكبر، ولا يجزئ غيرها مكانها مطلقا، بل يجب الإتيان بهذه اللفظة الله أكبر. فلو قال الله أعظم، الله أجل، نقول إن صلاتك لم تنعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلو كان يجوز استبدالها بغيرها لقال اذكر الله، مثل ما جاء في خطبة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أنها ذكر لله، ولكن قال فكبر دل على أنه لا يجزئ غيرها في مقامها، طبعا خلافا لأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله جميعا. المسألة الثالثة وهي ما يتعلق بالنية، أو قبل أن نتكلم عن النية، أن قوله كبر فقط من باب الفائدة أنهم يقولون إن التكبير السنة فيه أن يكون مجزوما من غير مد، هذه هي السنة، فما يكون فيه مد، فيقول الله أكبر لا يمد. وسبق معنا أن هذا المد أحيانا قد يكون مبطلا للصلاة وقد يكون مخالفا للسنة حسب نوع المد الذي فيها، فالسنة أن يكون مجزوما. طيب، المسألة الأخيرة
أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فكبر يدلنا على أن السنة أن تكون النية مقارنة لأول الصلاة، ولكن يقولون يجوز أن تكون النية سابقة لها بيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النية، ما يدل على أنها يجوز أن تكون النية سابقة بيسير، ولكن الأفضل أن تكون مقارنة. نعم. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذه الجملة محمولة عند عامة أهل العلم على أن المراد بها الفاتحة، ولذلك يقولون فإن قراءة الفاتحة في الأصل ركن أو هو واجب، فمشهور المذهب أنها ركن، سنتكلم عنه إن شاء الله في محله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي اقرأ الفاتحة، لكن الفقهاء يقولون إن المرأة إذا كان عاجزا عن قراءة الفاتحة لكنه حافظ لغيرها من القرآن، كأن يكون حافظا لقل هو الله أحد، فإنه يقرأ هذه السورة مكانها، وسنتكلم إن شاء الله هل يلزمه أن يأتي بي، طبعا اختلف بعض الفقهاء فيقول هل يلزم أن يأتي بنفس عدد آيات الفاتحة فيكرر قل هو الله أحد كم آية، 4، فيكرر قل هو الله أحد مرتين على أقل تقدير. بعضهم بالغ فقال يجب أن يأتي بعدد حروف الفاتحة من قراءة القرآن، وكلا الأمرين وإن ذكرا إلا أن فيها تضعيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلق قراءة ما تيسر ولو آية لمن كان يعني قادرا عليها، طبعا هذا تقرير الشيخ تقي الدين، ولكن قال إنه هذا في الحقيقة نادر جدا، نادر جدا أن شخصا يحفظ شيئا من القرآن وليس حافظا للقرآن، لكن لو وجد فإنه يكرر هذه الآية قل هو الله أحد قل هو الله أحد، هذه كلمة جل الناس يكون حافظا لها، فإن لم يكن حافظا سيأتي معنا في حديث عبد الله بن أوفى وغيره أنه يسبح. نعم. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قوله ثم في هذه الجملة وما بعدها يدلنا على أن من أركان الصلاة الترتيب، لأن ثم تدل على الترتيب والتعقيب، فدل على أن من أركان الصلاة الترتيب. قوله اركع هذا يدل على أن الركوع ركن، وسيأتي صفة الركوع حد الواجب والإجزاء فيه في محل إن شاء الله. قال حتى تطمئن راكعا، هذا يدل على أن الاطمئنان في الركوع ركن أيضا، ففي كل ركن من الأركان الفعلية لا بد فيها من الاطمئنان. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا يدل أيضا على أن الاعتدال من الركوع ركن، لأنه قال ارفع فدل على أن الاعتدال ركن وأن الاطمئنان فيه أيضا ركن. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا يدل على أن السجود ركن. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذه تدل على أن الجلسة بين السجدتين ركن والاطمئنان فيها أيضا ركن. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهي السجدة الثانية. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طيب. قال ولابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، هذه الرواية الثانية أتى بها المصنف في مقابل الرواية التي رواها البخاري ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما. طبعا هذه الرواية هي في معنى الرواية السابقة وليست معارضة لها، بل هي بمعنىها. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى تطمئن، وإنما قال حتى تعتدل، قال لأن الذي يناسب القيام الاعتدال بخلاف السجود، فإن السجود لا اعتدال فيه ولا ركوع فيه، فذلك لم يقل اعتدل. ولذلك جاء في الرواية الأخرى عند ابن ماجه أنه قال حتى تطمئن بدل حتى تعتدل أو تستوي، رواية الصحيح حتى تستوي أو تعتدل. طيب، من النكت في هذه الرواية الثانية رواية ابن ماجه أن الحافظ ابن حجر كان ينسب هذه الرواية لكتاب ليس من الكتب المعهودة وهو رواية ابن السكن، يقول حتى ذكر ذلك في الترخيص، يقول حتى أوقفني شيخي ابن الملقن على أن هذه الرواية في ابن ماجه، وذكر هذا في كتابه التلخيص الحبير. هذه النكتة تدلنا على مسألة مهمة، وهي أن الشخص ليس مما ينقص شأنه ولا مما يعيبه أنه ينسب الفائدة لأهلها، بل كما قال القرطبي في مقدمة الجامع في تفسيره إن من بركة العلم نسبته إلى أهله. فهنا ابن حجر لم يعب
بأنه قد غاب عنها أولاً أنها عند ابن ماجه، وإنما مدح له أنه نسب لابن الملقن وهو شيخه أن دله على هذه الفائدة. وكثير من الناس ربما يعني لا ينسب لغيره هذه الفوائد، ليس لازما وحتما كما يقول المعاصرون من حفظ حقوق الملكية، ولكن هذا يدل على كما قال القرطبي أنه من بركة العلم، من بركة العلم، لأنه يدل على أن من مقصد الشخص وصول العلم وتحققه وعدم نسبته إليه. وهذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى: لقد وددت أن هذا العلم، يقصد الذي كتبه، بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف. فلذلك الإنسان إذا وجد واستفاد من غيره فمن الحسن والكمال أن ينسبه لغيره، وليس من باب الوجوب لا شك. هذا كلام المعاصرين، هم الذين يقولون يجب أن ينسب كل حرف ينقله عن غيره، لا ليس لازما إلا في أشياء معينة وفي أوقات معينة وفي ظروف، لكن من بركة العلم أن ينسب له. نعم. قال: ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، وهذا انتهى لأنه مثل الذي عند ابن ماجه. بس المسألة الأخرى قضية قوله ولابن ماجه بإسناد مسلم، قوله بإسناد مسلم يعني أن مسلما روى هذا الإسناد، نفس الإسناد، وهو من طريق عبد الله أبي بكر ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير، والبخاري رواه عن الشيخ مباشر عبد الله بن نمير، ولكن مسلما روى الإسناد ولم يذكر الحديث ولم يذكر النص، ولذلك قال ولابن ماجه بإسناد مسلم. وهذا يدلنا على أن الحديث إذا روى مسلم إسناده ولم يذكر لفظه فإنه ليس على شرطه، وهذه قاعدة، أن ما ذكر مسلم إسناده ولم يذكر لفظه فإنه ليس على شرطه. وبذلك يتبين لنا ما ذكره بعض أهل العلم ومنهم الصنعاني وغيره حينما نسبوا لمسلم حديث ابن عمر، وهو رواية أبي الزبير المكي عن ابن عمر في طلاقه لزوجته في طلاقه لزوجته في الحيض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ابن عمر: أحسبت عليك؟ قال: لا. هذه الرواية رواها مسلم إسنادا فقط، وأما متنها فإنما ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج على صحيح مسلم. الصنعاني لما رأى الإسناد نسب الرواية لمسلم، ومسلم ليس طريقة كذلك، وإنما يذكر أسانيد ليست على شرطه، إما قد اعترض على لفظ فيها أو على رجل من رواتها. طيب. نعم. قال ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وهذا يدل أيضا على الاطمئنان. قال وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، والذي أمر الله عز وجل إنما هو الأركان. وهذا يدلنا على أن المراد بالإسباغ في حديث المسيء صلاته إنما هو إسباغ الإجزاء، لأنه قال: كما أمر الله، والذي أمر الله في كتابه إنما هو حد الوجوب. قال: ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. هذه الجملة أشكلت على أهل العلم في حديث رفاعة، قال: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يكبر الله عز وجل ويحمده ويثني عليه؟ فقال بعض الشراح إن معنى هذه الجملة أن يكون التكبير تكبيرة الإحرام، ويكون الحمد والثناء بقراءة الفاتحة. أما الحمد فالحمد لله رب العالمين، وأما الثناء فبباقي الآيات. ولذلك جاء في صحيح مسلم: أثنى علي عبدي، يقولها الله عز وجل حينما يقرأ العبد سورة الفاتحة. لكن يشكل على ذلك كما ذكر بعض الشراح أن في حديث رفاعة قال: ثم يقرأ بما معه من القرآن، فدل على أنه فارق بين قراءة القرآن وبين التسبيح. ولذلك فإن بعض أهل العلم يقول إن معنى يكبر الله ويحمده ويثني عليه أي أنه يدعو بدعاء الاستفتاح، أنه يدعو بدعاء الاستفتاح، مما يدل على استحباب دعاء الاستفتاح خلافا لمن قال بعدم مشروعيته. طيب. طبعا هنا قد يقول شخص: هنا ذكر أمرا مستحبا مع أنه ليس بواجب. نقول هنا أولا اختلف في الاستفتاح، فقال بعض أهل العلم بوجوبه، فهو ليس مما أجمع على استحبابه. الأمر الثاني أن هذه الجملة كثير من أهل العلم حملها على قراءة الفاتحة، حملها على قراءة الفاتحة، فهي تحتمل التأويل، طيب. قال وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. هذه هي الجملة التي يعني اعترض بها على الجملة السابقة، وهي أنه يدل على أن المرأة إذا كبر الله عز وجل
وحمده وأثنى عليه فإنه يقرأ بما معه من القرآن، لأنه قال إن كان معك قرآن فقرأ، فدل على الجمع بينهما. قال وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، هذا حينما يكون عاجزا عن قراءة الفاتحة. سم عدم الاتفاق على معنى هذه الجملة، فما دام يحتمل التأويل أن المراد بالحمدلة هي الفاتحة فيكون كذلك. طيب أيضا عند من احتمالات أو التوجيهات أن يقولون إن هذا الحديث لم يأتي في جميع الروايات وإنما جاء في بعض طرق حديث رفاعة، فدل على أنه ليس لازما. طيب قال ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن، قال ولابن حبان ثم بما شئت. القراءة بأم القرآن ركن، وهذا هو مشهور المذهب، وقيل إنها واجبة وليست ركنا في الجملة احنا نتكلم. والدليل على أنها واجبة وليست بركن قالوا لأن الركن ما كان جزءا من الشيء لا يسقط بحال، والفاتحة تسقط باتفاق أهل العلم إلا خلافا للشافعي وبعض أهل العلم في مسألة المسبوق فإنها تسقط عنه، وفي قول عامة أهل العلم كما سيأتي معنا فإن الفاتحة تسقط عن المأموم، فدل على أنها تسقط في بعض الأحيان، والذي يسقط في بعض الأحيان ليس ركنا وإنما هو واجب. وهذا التفريق بين كونها ركن وبين كونها واجب مثمر ثمرة كبيرة جدا، وهي من نسي قراءة الفاتحة ولم يتعمدها ممن وجبت عليه. فمن قال إنها ركن فإنه يقول يجب عليه أن يعيد ركعة أو يعيد الصلاة إن كان تذكر بعد انتهاء الصلاة، ومن قال إنها واجب فإنه يقول يجزئه سجود السهو، يجزئه سجود السهو. ولذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز أحيانا يرجح يقول هي ركن أو واجب، ويرجح في أحيان أنها واجب، فيجبر تركها سهوا سجود السهو، سجود السهو وهو الظاهر، لأن الركن لا يسقط بحال، ونحن أسقطناه في أكثر من صورة كما سيأتي معنا إن شاء الله، وبالذات للمأموم. طيب حديث ابن حبان ثم بما شئت، هذا يدل على استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، وهذا مستحب باتفاق أهل العلم مستحب. وهناك قاعدة أصولية، ترك الاستحباب هل يلزم منه الكراهة أم لا؟ ذكرنا هذه القاعدة وقلنا إنه لا يلزم، والمذهب أنه مستحب وتركه جائز. واختار الشيخ تقي الدين أن ترك قراءة سورة بعد الفاتحة مكروه، فيكره ترك قراءة سورة بعد الفاتحة، وإنما يترك قراءة السورة في موضعين، في الصلاة الثلاثية والرباعية في الركعة الثالثة والرابعة، وللمأموم حينما لا يجهر إمامه، أو حينما يجهر إمامه. طيب هذا الحديث عرفنا إذن أركان الصلاة فيه. عندنا هنا مسائل، أو خلنا نتكلم عن مسألة فيه هنا خلنا نذكرها قبل نسيتها، ثم سأرجع لما يتعلق بعموم الحديث. هنا في قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة، فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. معنى هذه الجملة نسيتها لما سألني الشيخ، معنى هذه الجملة أن من كان عاجزا عن قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن، إذا الفاتحة عجز عنها يقرأ شيء من القرآن ولو آية واحدة يكررها قل هو الله أحد، من كان عاجزا عن شيء من القرآن وهي المرتبة الثالثة فإنه يحمد الله ويكبره ويهلله. يحمد الله يقول الحمد لله، ويكبره يقول الله أكبر، ويهلله يقول لا إله إلا الله. إذن هذه الجمل الثلاث. سيأتي معنا إن شاء الله بعد 10 حديث تقريبا حديث ابن أبي أوفى أنه زاد جملتين أخريين فقال يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، زاد جملتين على الثلاث، زاد ماذا في البداية؟ التسبيح، وزاد التهليل في الأخير. ماشي معي؟ واضح، ما في أي إشكال. الإشكال عندي ما هو؟ أن الذي يذكره متأخر الفقهاء سواء في المنتهى أو الإقناع أو غيرها أنهم يذكرون أربع جمل فقط، يقول من عجز عن القراءة فيسبح فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو والله أكبر ولا إله إلا الله. فهم ذكروا الثلاثة التي جاءت في حديث رفاعة وزادوا عليها واحدة من حديث ابن أبي أوف ولم يذكروا الحوقلة، ويقولون ويجوز الحوقلة
ويجوز الزيادة عليه بالحوقلة. بعضهم اعترض بعضهم يعني حاول أن يجعل تأويلا لكلامهم فقال إنهم قدموا حديث رفاعة وقالوا يجوز حديث ابن أبي أوفى. طيب لماذا أخذتم التسبيح؟ قالوا لأن التسبيح قرين للحمدلة والتكبير، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهو قرين لهذه الجمل الأربع، فلذلك ذكرنا. والحقيقة أن هذا التأويل أو هذا التوجيه، نقول هذا التوجيه الذي ذكر الشيخ منصور يعني غير صحيح، وهذا لا شك فيه، لأن الحديث واضح وجلي أنها خمس جمل، ولو ذكرت ثلاثا اكتفاء بالحديث لكان مناسبا أو خمسا. والحقيقة أنه مما يلاحظ على كتب المتأخرين في الأدعية أنهم يلفقون بينها، يلفقون بين الأدعية ومن بعض الأحاديث يلفقون بينها. والأصل عندنا هذه قاعدة أن التلفيق يقبل في الأقوال، يقبل في الأفعال ولا يقبل في الأقوال، ولكن هذا كثير عند المتأخرين، ولذلك نقول الصحيح أنه إما أن يأتي بالجمل الخمس أو يأتي بالثلاث، لكن لو أتى بالأربع يجوز، لكن لا نجعلها هي المفضلة والمقدمة. المقدم إما أن تأتي بالخمس كاملة أو تأتي بالثلاث كما جاء في حديث رفاعة أو في حديث ابن أبي أوفى موافقة للنص، لكن لو أتيت بأربع لا حرج، ما نقول إن في حرج، لا حرج، لكن ما نقول إن المقدمة هي الأربع جمل فقط. أنا أردت أن أذكر ذلك لأن أعرف أن بعض الأخوان ربما يكون حافظا لمتن أو مطلعا عليه فيستشكل هذا الكلام. طيب، هذا الحديث قلت لكم أنه يدل على الأركان الأساسية، وبناء على ذلك فيقولون ما لم يذكر في هذا الحديث فليس واجبا. فمما لم يذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليدين في التكبير، فدل على أن رفع اليدين في التكبير سنة وليس واجبا. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التلفظ بالنية، فدل على أن التلفظ بالنية غير مشروع، بل نقول إن التلفظ بالنية قد يكون ممنوعا. لما؟ لأن موجبه قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. ونقول إن التلفظ بالنية له ثلاث درجات. الدرجة الأولى بدعة باتفاق أهل العلم، ما في خلاف أنه بدعة، قالوا وهو الجهر بها، أن يتكلم المرء بها يقول نويت بحيث يسمع من بجانبه، وهذه باتفاق أهل العلم أنها بدعة، بدعة باتفاق أهل العلم لا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أصحابه قد جهروا بالنية. الثانية التلفظ بها من غير جهر، التلفظ بها من غير جهر بحيث أن المرأة يسمع نفسه، وهذه عند المحققين أنها ممنوع منها وهي أقرب إلى البدعة، لكن ما نقول إنها بدعة. لما؟ لأن بعضا من الأئمة الكبار الأجلة قالوا بها، وممن قال بالتلفظ الإمام الشافعي نص عليها، نقل ذلك المقرئ في كتابه المعجم فروى بإسناد صحيح أظن من طريق حرملة عن الشافعي أو المزني أحدهم لأنه من العراقيين من طريق العراقيين أنه كان يرى التلفظ بها، التلفظ بحيث أن يسمع بعد. لكن الصحيح الذي الأدلة تدل عليه أن التلفظ بالنية غير مشروع وهو أقرب للبدعة. أن التلفظ المتأخرون من فقهاء الحنابلة يقولون التلفظ بها مشروع، لكن نقول غير صحيح، بل هي أقرب للبدعة، بل هي أقرب للبدعة. انظر النوع الثالث وهو أخف منها وهو نية النية، وهو نية النية. ما معنى نية النية؟ أن المرأة لا يتلفظ ولا يجهر ولكنه يزور في نفسه النية، فيقول في نفسه نويت أن أصلي من غير ما حرك لسانه ولا شفتيه من غير تحريك، فيقول في نفسه نويت أن أصلي. هذه قال عنها القاضي عياض هي بدعة، فمن باب أولى التلفظ على قول المالكية، فمن باب أولى الجهر، فمن باب أولى. ولذلك عياض قال هي بدعة، قال بدعة اللي هو إيش؟ نية النية، فسماها نية النية. ولذلك كل هذه الأمور الثلاثة غير مشروعة وهي منهي عنها، بل قد تصل للحكم الأول لا شك بأنها بدعة، والثاني والثالثة لولا أنه قال بها يعني أو أشار إليها مثل الشافعي لقلنا ببدعيتها، لكن مثل الشافعي جلالة قدره ومكانته ويعني وقدره في السنة وعلمه بها
قد يقال إنه أخطأ عليه رحمة الله تعالى. الشافعي أجل، هذا توجيه ابن تيمية. ابن تيمية وجه ما جاء عن الشافعي توجيها آخر، فقال إن مراده بذلك شيء آخر، يقصد بالتلفظ بالنية التلفظ بتكبيرة الإحرام. ولكن كما أحلتكم في المرجع قبل قليل وهو كتاب المعجم في شيوخ المقرئ، نصا صريحا على هذا المعنى، نصا صريحا. المسألة الثانية عندنا من باب الاستعجال عشان الوقت، أن أهل العلم قد ذكروا أشياء تجب في الصلاة، أن فيها أشياء تكون واجبة في الصلاة، بل عدوا أركانا في الصلاة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته. ومن ذلك قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها على مشهور مذهب وهي من المفردات أنها ركن في الصلاة، ومثلها التشهد، فقالوا إنها ركن. فكيف نجمع بين هذين؟ الجمع ذكره بعض أهل العلم من الشيخ تقي الدين، قال إن الأفعال في الصلاة نوعان: ما كان عبادة في نفسه مثل الركوع والسجود وغيره لم يحتج إلى ركن قولي. الركوع والسجود هذا عبادة في ذاتها، لذلك تتعبد الله عز وجل بالسجود وحده، مثل سجود في سجود التلاوة ومثل سجود الشكر، فهذا تتعبد الله عز وجل فلا يحتاج إلى أن يكون فيها ركن آخر. وما كان من أفعال الصلاة ليس عبادة في ذاته كالقيام والجلوس احتاج إلى ركن فيه كالفاتحة وكالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم القيام، فنقول يحتاج إلى ركن قولي فيه، فيكون بذلك الجمع بين الحديث وبين الأدلة الدالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأتي في محلها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. نعم. هذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه من الأحاديث الطوال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. طيب، سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل، بعد حديث أو حديثين، حديث ابن عمر وحديث مالك في موضع صفة التكبير، وسنتكلم عنها في محلها. قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. أمكن يديه من ركبتيه أي جعل يديه على ركبتيه، يجعل يديه على ركبتيه على هيئة المتمكن، ولا يكون ذلك إلا بفرش أصابعه، كأنه قابض على ركبتيه، كأنه متمكن منها، فيفرج أصابع يديه ثم يقبض بهما على ركبتيه، وهذه السنة سنتكلم عنها بعد قليل. قال: ثم هصر ظهره. هصر ظهره أي أمال ظهره وثناه، أماله وثناه جدا، فيكون مستقيما. طيب، قبل أن ننتقل لما بعدها، نقول إن من أركان الصلاة الركوع، وسنتكلم عن أفعال الركوع. نقول إن الركوع له صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال. فأما صفة الإجزاء فإنها مفيدة معنا في مسائل إذا عرفناها. المسألة الأولى: أن من لم يأتي بهذه الصفة لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا واحد. الأمر الثاني من فوائدها أننا نقول أن من أتى بهذه الصفة وهي صفة الإجزاء قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فإنه يكون قد أدرك الركعة مع الإمام، إذ كثير من الناس يدخل والإمام راكع فيقول: هل أدركت الركوع أم لا؟ نقول: إذا أدركت صفة الإجزاء مع الإمام فأنت مدرك للركوع. ما هي صفة الإجزاء؟ قالوا: صفة الإجزاء اجتماع أمرين، إذا وجد الأمران فمعناه أنك أتيت بالركوع على صفة الإجزاء وهو أقله. الأمر الأول قالوا: حني الظهر، حني الظهر. والأمر الثاني قالوا: وصول اليد للركبة، اليدان وصول اليدين للركبتين، فلو انحنى الظهر ولو يسيرا
مع وصول اليدين إلى الركبتين سمي في لسان العرب راكعا، ولو لم يطمئن، ولو لم يهصر ظهره ويثنه، ولو لم يجعل كامل كفيه على ركبتيه. فإذا وضعت يديك على ركبتيك قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركعة. هذه صفة الكمال. صفة الإجزاء على سبيل السرعة، نقول إن صفة الإجزاء تتعلق، أو صفة الكمال تتعلق باليدين، فالسنة في اليدين أن تكون على الركبتين، على الركبتين لا بينهما، وقد جاء أن تجعل بين الركبتين من حديث، أو جاء النهي عنه، فتجعل على الركبتين، تجعل على الركبتين، وأن تكون مفرجة الأصابع. الأصل في الأصابع في التكبير وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين أن تكون مضمومة، إنما تفرج الأصابع في الركوع فقط تفرج. وأما الظهر فالسنة أن يكون ممدودا مثنيا كما جاء في حديث أبي حميد. نعم. قال: فإذا رفع رأسه استوى، أي استقام، حتى يعود كل فقار مكانه. هذا يدل على أن الاطمئنان. قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا غير مفترش، أي ليديه ولا قابضهما. السجود نقول أيضا له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. فأما صفة الكمال فهي اجتماع أمرين أيضا. الأمر الأول أن تكون الأعضاء أو الأعظم السبعة على الأرض، والأمر الثاني أن يكون المصلي على هيئة الساجد. وما هي هيئة الساجد؟ قالوا أن يكون رأسه أسفل من أسفل ظهره، يكون مائل هكذا، تعرف السجود. وبناء على ذلك فمن ارتفع أحد أعضائه السبعة، الأعظم السبعة عن الأرض، فنقول إنك لست بساجد، سجودك غير صحيح، لم تأتي بصفة الإجزاء. أو سجد على شيء مرتفع حتى ارتفع رأسه، كأن يأتي على طاولة فيسجد عليها أو نحوها، فنقول إنه لا يصح سجودك. وبذلك نفهم كلام الفقهاء حينما قالوا إنه لا يجوز السجود على السرير، قصدهم بالسرير أي المكان المرتفع لكي لا يستوي الظهر، أو يكون أول الرأس أرفع من الظهر. وأما السجود على شيء يسير لا يرفعه جدا فإنهم يكرهونه ولا يمنعون منه. إذن هذان الشرطان، منين عرفناها؟ حديث ابن عباس أمرنا بالأسجد على الأعظم السبعة في الصحيحين. والأمر الثاني صفة السجود، ولذلك جاء عند ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لما لا تسلم؟ قال: إنما يمنعني من الإسلام السجود. قال: فإن فيه تعلو استي على رأسي. فهذا الكبر منعه من السجود، أي لهيئته، فهو يعلم أن هيئة السجود على هذا الشكل. طيب، صفة الكمال فيه كثيرة جدا. فصفة الكمال في اليدين قالوا أن تكون اليدان مضمومتين، مضمومة الأصابع، وأن يكون موضع اليدين كموضعهما حال التكبير، بأن تكون حذو المنكبين أو حذو الأذنين كما سيأتي معنا. الأمر الثاني من السنة فيهما عدم افتراشهما، والمراد بالافتراش أن يجعل المرء، أن يجعل المرء يده الذراع على الأرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش كافتراش السبع. وهنا أيضا نهي عن قبض اليدين، وإنما تكون ممدودة. لكن لو صلى المرء قابضا ليديه مفترشا نقول صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه أتى بالسجود، لكنه فعل أمرا ممنوعا، فعل أمرا ممنوعا. إذن هذا ما يتعلق بالسنة اليد. أيضا من حيث العضد فإن السنة أن يكون العضد مجافيا عن الصدر، أن يكون العضد مجافيا عن الصدر. بالنسبة للقدمين السنة أن تكون الفخذان مجافية عن بطنه، وهذه المجافاة قيل إنها خاصة بالرجال فقط، وهذا هو مشهور المذهب. وقيل فالنساء لا تجافي وإنما تضم نفسها. وقيل إن المرأة تجافي إذا كان في مكان لا ينظر إليها الرجال، لما ثبت أن أم الدرداء الصغرى وكانت فقيهة كذا في الصحيح كانت إذا صلت جافت بين عضدها وجنبها. طيب، من السنة أيضا فيما يتعلق بالقدمين سيأتي معنا أنها في محلها إن شاء الله، سنأتي أنها تكون منصوبة وأن تكون أصابع جهة القبلة، وهل تكون مضمومة؟ سنأتي إن شاء الله في محلها. طيب، قال نعم. قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ليديه، يعني ليس جاعل الذراع على الأرض، ولا قابض لهما، وإنما يمد يديه رافعا لذراعه، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. من السنة في القدمين أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة. ولذلك جاء في بعض الروايات
وفتح أصابع رجليه، فتح أصابع رجليه فتكون منصوبة والأصابع متجهة إلى القبلة. وهل السنة أن تكون القدمان مضمومتين أم أن تكون مفرجتين؟ المذهب أن السنة أن تكون مفرجتين بعيدتين عن بعض، واستدلوا على ذلك بحديثين. الحديث الأول ما جاء عند الحاكم أنهما فرجتا كانتا بعيدتين، وما جاء في بعض طرق حديث أبي حميد أنه وفتح أصابع قدميه، فتح تحتمل أصابع وتحتمل الرجلين أن تكون بعيدتين عن بعض، لكن رواية الحاكم حاكمة، أو رواية الحاكم يعني فصل في المسألة، ورواية الحاكم فيها ضعف وتكلمنا عنها قبل في شرح العمدة. قال: وإذا جلس في الركعتين، يعني بعد انتهاء الركعتين جلس على رجله اليسرى، اليسرى يجلس عليها مفترشا لها، ونصب رجله اليمنى، نصب رجله اليمنى ولا يجلس عليها. قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة أو الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. شوف قوله هنا، هذه مسألة مهمة، هذه تتكلم عن، بس عشان نفهم قضية الاستدلال، هذه تتكلم عن قضية التورك. فهنا يقول إن الشخص إذا جلس في ركعة الأخيرة، يعني بعد ركعة الأخيرة من الصلاة، فإنه يتورك. نبدأ في صفة التورك. صفة التورك أنه يجعل رجله اليسرى مقدمة، يعني قدمها أي يخرجها فلا يجلس عليها. ويقولون إن التقديم له صورتان في الرجل اليسرى: إما أن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وبين ساقه، وإما أن يجعل رجله اليسرى بين ساقه والأرض، بين ساقه اليمنى والأرض، أو بين ساقه اليمنى وفخذه، وكلاهما جائز على المذهب، وكلاهما ورد بها السنة، فهو اختلاف تنوع. إذن عرفنا الآن موضع الرجل اليسرى. الرجل اليمنى قال قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، جعلها منصوبة قائمة فتكون منتصبة كحال الجلوس، اليمنى لا تتغير، وقعد على مقعدته فيكون من نوع التورك، هاي سمى التورك. انظر هنا الاستدلال، فقط استدلال دقيق. قوله، يعني قول أبي حميد رضي الله عنه: إذا جلس في الركعة الآخرة أو الأخيرة. المذهب يقولون إن التورك لا يكون إلا في الصلاة الثلاثية والرباعية. ما دليلكم عليه؟ الثنائية ليس فيها تورك. ما دليلكم؟ قالوا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لأنه قال في الركعة الآخرة أو الأخيرة. قالوا: ولا يكون التشهد آخرا أو أخيرا، ما يسمى آخرا أو أخيرا إلا إذا سبقه تشهد قبله، إذا سبقه تشهد قبله. وبناء على ذلك، فإن لم يسبقه تشهد قبله، كانت الصلاة الثنائية سواء نافلة أو فريضة كالفجر، فإنه لا تورك. وضح استدلاله؟ واضح استدلال. في رواية ثانية، وهو قول الشافعية الرواية الثانية، وهي رواية في المذهب، ومال لها، ما نص على ترجيحها، مال لها ابن القيم في زاد المعاد، مال فقط، أن التورك يكون حتى في الثنائية، لأن قوله في الأخيرة أو في الآخرة، أي الآخرة باعتبار الصلاة، أي آخر الصلاة، فالآخرة باعتبار الركعات لا باعتبار الجلسات. وضحه؟ طيب، إذن فهي روايتها في المذهب المشهور الأولى، والرواية الثانية يعني كأن من يقرأ كلام القيم يحس أنه يرجح قول الشافعي، وهي رواية المذهب يعني قديمة مذكورة قبل. طيب سم كل ابن القيم في زاد المعاد ما نص على الترجيح، لكن يعني كأنك تحس أنه يميل لها، كأنه يحس، تحس أنه يميل لها، أنه يعني ما وجدت، أنا قرأت في الزاد فقط لم أرى نصا بالتصريح بالترجيح، لكن كأنه يميل لها من طريقة استدلاله، مثل استدلالهم لما قالوا في قضية الفناء بالنار، قضية استدلال ابن القيم، إطالة الاستدلال تدل على الترجيح. نعم، يمدينا؟ أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية الله أن ذلك في صلاة الليل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة. طيب، ذكر الشيخ مجموعة من الأحاديث في دعاء الاستفتاح، ودعاء المستفتاح مشروع عند عامة أهل العلم خلافا لبعض أهل العلم، ولكن أدلة واضحة وتكاد تكون متواترة تواترا معنويا في مشروعيته. نعم، ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة والأربعة، حديث علي وحديث أبي هريرة وعمر وحديث أبي سعيد. أولها حديث علي أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ذكر المصنف في آخره بعدما نسبه لمسلم قال: إن هذا إنما كان في صلاة الليل. وهذه الزيادة مهمة جدا ستفيدنا في قضية الجمع بين هذه الألفاظ. ثم ذكر الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، ثم قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه أيضا صيغة أخرى من صيغ دعاء الاستفتاح، لكن يعني نخرج قليلا في قول أبي هريرة سكت هنيهة. السكتات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح بها النقل عنه سكتتان: سكتة تكون قبل قراءة الفاتحة، وسكتة تكون بعد القراءة وقبل الركوع. هاتان السكتتان ثابتتان من حديث أبي هريرة وغيره، فهما ثابتتان وصح بهما النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تشرع سكتة ثالثة تكون بين الفاتحة وبين قراءة القرآن أم لا؟ يعني تكون بين الفاتحة وقراءة سورة، هل تشرع سكتة أم لا؟ فمشهور المذهب أنه تشرع سكتة، ولهم على ذلك دليلان. الدليل الأول أنه قد ثبت بإسناد صحيح عن مجاهد بن جبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلاث سكتات، فعد هذه السكتة الثالثة، عد هذه السكتة الثالثة. ومجاهد يعني أدرك ابن عباس، فهذه من المراسيل إذا عضدتها آثار فإنه يعمل به. دليلهم الثاني قالوا إنه قد صح عن جماعة من الصحابة هذه يعني السكوت في هذا الموضع، كابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عن الجميع، فدل على أن السكتات ثلاث. قالوا: وإنما لم يرد ذكرها في حديث أبي هريرة لأنها ليست سكتة طويلة، وإنما ذكر أبو هريرة السكتات الطويلة. الرواية الثانية في المذهب وهي التي يميل لها الشيخ تقي الدين أنه لا يشرع إلا سكتتان فقط لظاهر الحديث، كانت له سكتتان فقط. قال: وخاصة أن السكتة التي تكون في آخر القراءة قبل الركوع لا ذكر فيها، فليست طويلة، ليست طويلة، وإنما جيء بها للفصل بين القراءة وبين التكبير لكي لا يظن أن التكبير من القراءة، فدل على أنه لا يشرع إلا سكتتها. ولكن فعل الصحابة والأثر الذي نقل يدل على يعني المشروعية عموما. طيب، هذا حديث أبي هريرة في الصياغة. الأثر أو الحديث الثالث حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يقول عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك. تعالى جدك أي ارتفع وعلى قدرك سبحانه، ولا إله غيرك. قال: رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وهو موقوف. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه مسلم في الصحيح، وكان الرواية له في مسلم في الصحيح من طريق الأوزاعي عن عبده ابن لبابة عن عمر رضي الله عنه. وقد اتفق الرواة وقد اتفق علماء الجرح والتعديل أن عبدة بن لبابة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالحديث منقطع، وإنما أدرك عبدة ابنه عبد الله بن عمر ولم يدرك عمر رضي الله عنه، فالحديث منقطع. وهذا يفيدنا على أن هناك أحاديث في صحيح مسلم معدودة عدا قد أعلت، تتبعها جماعة منهم أم الفضل بن الشهيد، ومنهم الدارقطني والغساني أبو علي الغساني، وجماعة من أهل العلم تتبعوا هذه الأحاديث من هذا الحديث، فهذا ضعيف إذ فيه انقطاع وإن رواه مسلم. اعتذر عن مسلم في إراده هذا الحديث، اعتذر عنه أبو علي الغساني لما ذكر هذا الإراد، وكذا النووي
وابن عبد الهادي وغيرهم قالوا لأن مسلما لم يقصد رواية هذا الحديث وإنما رواه تبعا، فإنه روى هذا الحديث عن الأوزاعي بالطريقة ذكرت قبل قليل عن عبده عن عمر ثم قال وعن قتادة، أي نفس الطريق عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس، وكان مراده الحديث الثاني، فذكره للأول من باب ذكر كامل الرواية وإنما مقصوده الثاني، فالثاني هو الذي على شرطه، وأما الأول فإنما ذكره من باب الاستطراد، إنما من باب الاستطراد. طيب، إذن هذا الحديث يعني لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هو ثابت عن عمر، ثابت عن عمر. طيب، هذه الأحاديث في دعاء الاستفتاح لا شك أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية الإتيان بأي واحد منها وهي سنة، ولكن عندنا مسائل. المسألة الأولى، ما هو أفضل هذه الأدعية؟ أفضلها من حيث الإتيان به. فالمذهب أن الأفضل هذه الأدعية أن يؤتى به الدعاء الذي كان عمر رضي الله عنه يذكره وهو الأخير. قالوا لأنه روي من حديث أبي سعيد كما ذكر المصنف، وروي مرفوعا من حديث عمر، وكان عمر يأمر الناس به، ولذلك قال الإمام أحمد نذهب لحديث عمر، أذهب لحديث عمر، فكان الفقهاء يقولون إن أفضل الصياغ حديث عمر لأمر الناس به، مع أن أحمد نص على أن حديث أبي هريرة الذي قبله أصح، فإنه قال ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح، إذ هو أصح حديث في الاستفتاح، ومع ذلك قال أذهب لحديث عمر لأمر عمر الناس به. وأطال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة على أن الأفضل في الفريضة فقط حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك، وأما النافلة فإن الأفضل إذا كان في قيام الليل الإتيان بحديث علي ونحوه، لأن عليا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في قيام الليل، فيكون الإتيان بحديث عمر إنما هو الأفضل في الفريضة فقط. وأطال جدا في شرحه للعمدة عمدة الأحكام في تقرير تفضيل حديث عمر في الفريضة من حيث النقل ومن حيث المعنى، لأن فيه تسبيحا، فإنه أجمل يعني أجمل من حيث الإجمال وأكملها من حيث المعنى. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يشرع الجمع بين هذه الأدعية في الصلاة الواحدة؟ هل يشرع الجمع بين هذه الأدعية في الصلاة الواحدة؟ ذكر بعض أهل العلم هو ابن هبيرة ونسب في الإنصاف للشيخ تقي الدين أنه يستحب الجمع بين حديث علي وحديث عمر، والصحيح أن الشيخ تقي الدين يقول نص صراحة أنه يكره الجمع بين هذه الأدعية لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب للسنة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين هذه الأحاديث، وإنما هذه الأحاديث من اختلاف التنوع تأتي بأحدها ثم تأتي بالآخر في موضع آخر. تفضل. صلى الله عليكم. ونحن عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة وفيه، وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم، هذا حديث أبي سعيد هو فيه معنى حديث عمر رضي الله عنه السابق، وفيه زيادة وهو في الاستعاذة، والاستعاذة مستحبة، وأصح أو وأشهر ما نقول وأصح وأشهر حديث فيها هو هذا حديث أبي سعيد، ولذلك فإن الترمذي لما روى حديث أبي سعيد في الاستعاذة في القراءة قال هذا أشهر حديث في الباب، هو أشهر حديث في الباب. ولكن الكثير من أهل العلم المحققين منهم ضعفوا هذا الحديث، وممن ضعفه الإمام أحمد، فقد نقل عنه الترمذي بعد رواية لهذا الحديث أنه قال لا يصح هذا الحديث، وظن بعض الناس أن الإمام أحمد إنما ضعفه لأن راويه علي بن علي الرفاعي ضعيف، وبنى على ذلك أن كثيرا من أهل العلم صححوا رواية علي بن علي الرفاعي فقال إذن الحديث صحيح. رد على ذلك ابن رجب، طبعا هذا أناس من المتقدمين والمتأخرين، قال هذا غير صحيح، ابن رجب يقول إن الإمام أحمد لم يعله بعلي بن علي الرفاعي، فإن علي بن علي الرفاعي لم يقل أحد بضعفه الضعف الشديد، وإنما حديثه مقبول، وإنما علته التي جعلت الإمام أحمد يضعفه أنه قد اختلف في إسناده على علي، وأن الأكثر من روايته رووه عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن
مرسلا عن حسن البصري، فدلنا ذلك على أن الحديث مرسل ومن مراسيل الحسن وليس من مراسيل غيره التي تكون أقوى، فدل على أنه لا أنه ضعيف، أنه ضعيف. طيب، المسألة الأولى معنا في هذا الحديث في معنى الاستعاذة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم. السميع العليم صفتان من صفات الله عز وجل، وهو السمع والعلم، من الشيطان الرجيم، من همزه. قيل إن همزه هو موته إذا كان الموت بسببه، ونفخه، ونفخه هو الكبر، ونفثه وهو الشر، كذا نقل في بعض الآثار. جاءت صيغ أخرى من الاستعاذة، منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء غير ذلك من الصيغ. يقول ابن رجب إن الاستعاذة قراءتها مستحبة في قول عامة أهل العلم، مستحبة استحبابا، وإنما كان اعتماد أحمد وغيره من أهل العلم من فقهاء الحديث على الآثار المروية لا على الحديث، فإنه قد صح عن عمر وابنه وابن مسعود وكثير من الصحابة أنهم كانوا إذا افتتحوا الصلاة افتتحوها بالاستعاذة، يفتتحون القراءة بالاستعاذة، فدل على استحباب الاستعاذة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن الفقهاء يقولون إنما تكون الاستعاذة في أول القراءة، وبناء على ذلك فإنهم يقولون من ظاهر حديث أبي سعيد الاستعاذة لا تكون إلا في الركعة الأولى فقط، ولا تكرر في الركعة الثانية، وذلك كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله، بعد التكبير أي بعد تكبيرة الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. نعم، طبعا نبدأ من آخره، قوله أخرجه مسلم وله علة، ذلك أن مسلم رواه من طريق أبي الجوزاء عن عائشة، قالوا وأبو الجوزاء رحمه الله تعالى لم يسمع من عائشة هذا الحديث، ففيه انقطاع كذا يقول. لكن رد الحافظ على هذا العلة التي ذكرت قال بأن هذا محمول على السماع، لأن أبا الجوزاء أرسل رسولا إلى عائشة رضي الله عنها ونقل له هذا الحديث، نقل له هذا الحديث. ونحن نقول كما سبق معنا أن الغالب على الطبقة الأولى الثقة أو التوثيق، وخاصة إذا روى عنهم الموثقون، الموثقون. طيب، نبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وسبق الحديث عنه، وبالقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث أو هذه الجملة دليل على أن قراءة البسملة، عفوا، دليل على أن الجهر بالبسملة، دليل على أن الجهر بالبسملة ليس من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ملازمة أمره عدم الجهر لها. وقد سبق معنا أن صيغة هذه كان يفعل كذا إذا كان الخبر على صيغة المضارعة فإنها تدل على الديمومة، فقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالفاتحة أو بالحمد يدلنا على مداومته على ابتدائها بالحمد لله رب العالمين وعدم ابتدائها بالبسملة، وسيأتي أيضا أدلة أخرى. وهذا الحديث ليس دالا على عدم القراءة، وإنما دال على عدم الجهر بالبسملة، لا على عدم قراءتها، سنتكلم عنها إن شاء الله بعد الحديث. قالت: وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي لم ينزله ولم يرفعه، وإنما كان بين ذلك أي مستقيبا ممدودا كما جاء في حديث أبي حميد السابق، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا يدل على وجوب الاعتدال من الركوع بل ركريته، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، أيضا سبق الحديث فيه، وكان يقول في كل ركعتين التحية. وهذا يدلنا على أن قراءة التشهد واجب من واجبات الصلاة، ويكون ركنا إذا كان في آخرها، إذا كان في آخرها. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى،
قول عائشة وكان يفرش رجله اليسرى يعني يجلس عليها وينصب اليمنى، بعض الناس أخذ عمومها مثل الحنفية فقالوا إنه لا يشرع التورك مطلقا، ولذلك يرون أن حديث عائشة مقدم على حديث أبي حميد، لكن نقول محمول حديث عائشة على المذهب، شف على المذهب محمول على الثنائية، فيقولون إنه كان يفرش رجله اليسرى محمول على الثنائية، وعلى الرواية الثانية محمول على التشهد الأول فقط. ولذلك الفقهاء لما أرادوا أن يجمعوا بين حديث عائشة وحديث أبي حميد كانت لهم ثلاث طرق، بعضهم قدم حديث عائشة مطلقا، وبعضهم قدم حديث أبي حميد مطلقا، وبعضهم قدم حديث أبي حميد في أحيان دون أحيان وهو المذهب، فهذا في الثلاثية والرباعية وذاك في الثنائية. طيب، قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هذه مأخوذة من العقب، أي عقب الرجل، عقب الرجل. يقولون وعقبة الشيطان لها ثلاث صور. الصورة الأولى وهي الصورة التي يذكرها اللغويون، قالوا بأن ينصب المرء رجليه، ينصب المرء رجليه ويجلس بمقعدته على الأرض، ويجلس بمقعدته على الأرض. ذكر أبو عبيد أن هذه أن هذا هو تفسير اللغويين للإقعاء، وهي عقبة الشيطان، الإقعاء هو عقبة الشيطان. قال ولكن الفقهاء يفسرونه بغير ذلك، وهذا يدلنا على مسألة مهمة كررناها قبل، أن بعض الأحاديث إنما نأخذ تفسيرها من اتفاق العلماء عليه، مثل اشتمال الصمة، فعند المفسر اللغويين أن اشتمال الصمة أنك تجعل تلف الثوب عليك، وأما عند الفقهاء فإنهم يجعلون اشتمال الصماء للطباع، ولذلك فإن الطباع ممنوع منه منع كراهة في أثناء الصلاة، الطباع منهي عنه لأن اشتمال الصمة. طيب، فهذا من تفسير الفقهاء، فإذا فيفسر فيقدم تفسير الفقهاء أحيانا على تفسير اللغويين، هذه الصورة الأولى. وهذه الصورة ذكر الموفق عليه رحمة الله أنه لا يعلم أن أحدا من العلم خالف في المنع منها، طبعا منع كراهة، قال لا أعلم أن أحدا ما خالف فيها، بينما الصورة الثانية والثالثة اختلف فيها. الصورة الثانية والثالثة ما هي؟ قالوا أن ينصب المرء قدميه، ينصب المرء قدميه ثم يجلس على عقبيه، واضحة؟ كأنه متحفز لقيام، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، فهذه صورة التي يذكرها الفقهاء. أعيدها؟ واضح يا شيخ؟ شيخ محمد، صورة الإقعاء قلنا ثلاث صور، الأولى اللغوية انتهينا منها ما في خلاف أنها ممنوع منها، الصورة الثانية أن ينصب قدميه يجعلها واقفة هكذا ثم يجلس على عقبي رجليه، يجلس على عقبي يعني يجعل إليته على عقبي رجليه، هذه صورة. الصورة الثانية الثالثة من الإقعاء التي يذكرها أيضا الفقهاء، الثانية عند الفقهاء وهي الثالثة من الإقعاء عموما، قالوا أن يفرش رجليه، يفرشهما ويجلس على عقبيه. هاتان الصورتان مشهور المذهب أنه منهي عنهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان وعن الإقعاء، قالوا وهما بمعنى واحد، لكن جاء عن الإمام أحمد استحبابها لأنه ثبت عن العبادلة فعل ذلك، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فنقول فنجيب يجاب عن ذلك. أما عبد الله بن عمر فأجاب عن ذلك ابن رجب، قال إن عبد الله بن عمر قال لا تستنوا بي فإني قد كبرت، أنا كبرت ما أستطيع أن أفترش في الجلوس ولا أن أتورك، فلا تستنوا بي لا تقلدونني. إذن ففعل ابن عمر رضي الله عنه إنما كان لحاجته للإقعاء، الكبير قد يقع، معروف الذي عنده ألم في قدميه الإقعاء أسهل عليه من الافتراش، واضح هذا جدا لا شك فيه، فابن عمر كان لأجل ذلك. وأما ابن عباس فإنه قال إن هذا من السنة، إن هذا من السنة، فأشكل ذلك. وعندنا قاعدة أن الصحابية إذا قال إن هذا من السنة الوقت، طيب بس بسرعة، أن هذا من السنة فهو محمول على الرفع مرفوع، هذا المتقرر عند جماهير الأصوليين وهو مشهور المذهب ولها نظائر كثيرة في الحديث، ولأهل العلم في توجيهه طريقتان. الطريقة الأولى بعضهم قال إن هذا يدل على أو ثلاث طرق، بعضهم قال إن هذا جائز، الإقعاء جائز، وبعضهم قال إنه مستحب في الجلسة بين السجدتين فقط دون التشهد، فيكون الإقعاء محمول على جلسة التشهد، واضح؟ ومحمول والإقعاء وعقبة الشيطان محمولة على جلسة التشهد، وأما ما جاء عن ابن عباس فهو محمول على الجلسة بين السجدتين. التوجيه الثالث هو الذي ذكره
الشيخ شمس الدين الزركشي في شرح الخرقي، فقال إن هذا الفعل الذي ذكره ابن عباس إنما يكون مشروعا في جلسة الاستراحة فقط، ويبقى حديث عائشة وحديث النهي عن عقد الشيطان محمول على جميع الجلسات في غير جلسة الاستراحة، لأنها ليست جلسة. والحقيقة أن جمع الشمس الزركشي عليه رحمة الله جميل، وعلله تعليلا لطيفا ربما نذكره إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله، هي بعد الصلاة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.